دونك نحب نقترح عليكم ستركتور وتنظيم وطريقه نتاع تسيير حزب القراصنه. الحقيقه الاقتراح هذا يجي في اطار زوز تساؤلات اساسيه. اولا، كيفاش نجم نكونوا حزب من غير رئيس ومن غير هيئه مركزيه تحكم ونعطيه حريه المبادره المطلقه للمنخرطين نتاعنا ومن شيره اخرى نجم نكون عندنا ما عندناش ليفاي اللي حكينا عليهم الجمعه اللي فاتت وما عندناش مشاكل وما عندناش تناقضات في الحزب. التساؤل الثاني، كيفاش نجموا نكبروا الحزب ونكبروا في عدد المنخرطين نتاعنا ما غير ما يكون لا عندنا لا فلوس لا عندنا مقرات لا غير لا نفرقوا علاش لا نطهروا للعباد. دونك التنظيم اللي باش نقترحه معمول به في اغلب احزاب القراصنه في العالم، واللي هو مبني على اربع هياكل اساسيه. اولا، ليزيكيباج اللي هما يمثلوا العقل نتاع الحزب، اللي هما دورهم باش يعطيو الافكار والاقتراحات والمبادرات للحزب. الهيكل الثاني، ليزيسكواد اللي هما البوفوار داكسيون نتاع الحزب، ايدين الحزب، هما اللي باش يهزوا الافكار والاقتراحات وباش يردوهم افعال على ارض الواقع. الهيكل الثالث هو الكور تيم، قلب الحزب، واللي المهمة نتاعو باش يسير مهمة ليزيكيباج وليزيسكواد اللي حكينا عليهم قبل. والكل الرابع مسيو اكس ولا لورغان اكس اللي هو ضمير الحزب وعنده مهمه الرقابه والمحاسبه نتاع الاطراف الكل سواء ليزيكيباج والا ليزيسكواد. باش نبداو بالهيكل الاولاني اللي هو ليزيكيباج. دونك قلنا هو الخليه الاولانيه نتاع الحزب. الاورجانيزاسيون هذيا تتبني على نوعيه منظومه اللي هي الجراس روتس، سيتادير من الباس حتى تكشي للفوق. في طريقه التنظيم هذايا لي فري زاكتور هما اللي امبليكي لازمهم يكونوا في الحياه السياسيه. نحن في حزب القراصنه كما قال سليم قبيله نحبوا نعطيهم مشروع حوكمه. لهنا مثلا اذا كان عندي مشكله في بلاصه معينه بالسكان ولا ليزيكيباج اللي في البلاصه هذيك هما اللي لازمهم يكونوا امبليكي اولا في القضيه، وهما اللي لازمهم يعطيوا ارائهم، وهما اللي لازمهم لما حول الحلول نتاع المشاكل هذوما. السيستم هذا جراس روتس اثبت اللي هو ينجم ينجح كالكسوا في لي غراند فيل ولا لي بتيت فيل. واكثر اكزامبل ظهر هو برني ساندرز اون 2016، جاب به 7000 اديرون وكل اديرون دفع براتيكمون 27 دولار اون موين. دونك سي كوا اكزاكتومون ان ايكيباج؟ هو جروب تاع عباد ما بين ثلاثه و 11 عبد، اقل من ثلاثه ما فماش افكار برشا تتبلور، اكثر من 11 تضيع الافكار وتولي فوضى. ايديالمون متكون من 7 عباد تلمهم نقطه جغرافيه، معناها ينجم يكونوا يسكنوا في نفس المدينه، يسكنوا في نفس البلاصه، يخدموا فرد شركه، يفطروا فرد ريستورون. المفيد عندهم ان بوان دانترسيكسيون جيوغرافيك، واللي اي عبد ولا اي مجموعه تنجم تعمل ايكيباج باستا وتحكي باسم حزب القراصنه في المنطقه هذيك باستا تحترم لا ريغل دو تخوا بيغات، اللي هي اولا ما نخالفش القانون فيما عدا الحاجات اللي الحزب قرر باش يخالف فيهم القانون، كيف مثلا الملكيه الفكريه. ثانيا، ما عنديش الحق نسيء للحزب، اسونسيالمون نعمل حاجه ضد مبادئ الحزب اذا كان فما مبادئ في الحزب. وثالثا، ما نستعملش فلوس الحزب في حاجات شخصيه. دونك كل قرصان من الخصوصيه الاخرين، كل قرصان عنده الحق يدخل لكيباج واحد، وفي كل ايكيباج القرارات تتاخذ بالاجماع مش بالانتخابات، وفي حاله ما فماش اجماع يمشيو يشاوروا مسيو اكس اللي قلنا عليه باش نشوفوه بعد. دونك كل من واجباته كل ايكيباج لازم يحط اسم سبيسيفيك اللي هو لازم يختار ان بوان دونكراج، بلاصه يتقابلوا فيها تكون كونو وبروش وبوبولير. هذا يربحنا حاجتين، اولا ماناش مستحقين المقرات، ثانيا يعطينا فيزيبيليتي بارابور للعباد. العباد تنجم تشوفك وتنجم تتحقق بك من شيره ومن شيره اخرى، كما قلنا تنجم العباد تخدم في المناطق الكل ما غير لا تستحق فلوس لا تستحق بلاصه باش تتلم فيها. ينجم يكون ريستوران، ينجم يكون قهوه، ينجم يكون بار، ينجم يكون سنتر كولتوريل اللي هو. دونك كل ايكيباج زاده لازم يعمل باج ويكي يحط فيها اسم ليكيباج، شكون هم لي مومبر نتاعو، شنو هو ليزاكتيفيتي اللي يعمل فيها، والغابور نتاع لي ريونيون نتاعو. وكل ولازم يتقابل او موا يعملوا ريونيون مره في الشهر. وكل ايكيباج يفوت 6 اشهر ما عملوش ريونيون يسمى ان ايكيباج ديزاكتيفي. شنو دوره ليكيباج؟ الدور الاولاني باش يسمح ساعه للعباد تدخل حزب القراصنه.
الدور الثاني واللي هو الاهم اللي هو باش يسمح للعباد تعمل ان كونسنسوس حول دي زيدي، معناها العباد جوست باش تجي تقعد تبلور افكار تعطي اقتراحات الحلول والمشاكل الموجوده في البلاصه هذيك. يصلح زادة باش يخلق ليا ما بين الشعب وما بين الحزب، يخلق كيف كيف ينجم يلونس لي بروجي ويجيب لنا شويه فلوس اذا كان استطاع الى سبيل. كل إكيباج يلزم يعين أن كابيتان وأن نافيغاتور، يتبدلوا كل 3 أشهر وما عندهم حتى فوت سوبليمونتير على العباد، وإنما جوز دورهم الكابيتان باش يمثل الإكيباج بارابور للعباد البر وهو اللي يحكي باسم الإكيباج، والنافيغاتور الواجب نتاعو هو ينظم الاجتماعات ويحط الميزاجور نتاع الباج ويكي والأكوي لنوفو أديرون. داكوردو حتى تو متفاهمين بالنسبه للزيكيباج. دونك كي يبداو فما عندنا دو زيكيباج وعندهم لي ميم زاكتيفيتي ينجموا زاده يتقابلوا في ايكيباج اخر، سيتادير يجي الكابيتان والنافيغاتور من ليكيباج الاولاني ومع الكابيتان والنافيغاتور من ليكيباج الثاني ويعملوا انوتر ايكيباج. مثلا انا عندي مشكله في قفصه، عندي ليكيباج تاع فوسفات قفصه يتقابل مع ليكيباج تاع قهوه تعليب قفصه، يعملوا ايكيباج اخر يعملوا له اسم اخر ونفس القوانين تنطبق على نفس ليكيباج، سيتادير يعاودوا النافيغاتور ويعاودوا كابيتان ويعاودوا والقرارات تاخذ بالاغلبيه واللي شفناه في نفس القوانين الكيباج النورمال. الستركتور الثانية هي الزيسكواد. الزيسكواد هي مجموعة ماهيش ملمومة حول نقطة جغرافية وإنما حول انتاج حول اون اكتيفيتي. قبيلة قلنا الاخرين مش يتلموا على حسب بلاصة وش يبرروا الأفكار. إذا كنت تحصلوا وتبرروا الأفكار نوليو نكونوا مجموعات باش تطبق الأفكار هذيك. مثلا الجمعة اللي فاتت يسرى جات كتبة على الويكي علاش ما نمشيوش نتاقيو في السنتر فيل. جاب لها جاوبها صبري قال لها تحبش يدير لي بوشوار. لا فوزيت دون ان ايكيباج دون اون اسكواد. كنت تنجموا تكونوا مجموعة وتمشيو بالتاش هذيك وتخدموا التاش هذيك على رواحكم. كيف ما قلنا دونك ils sont construits autour d'un projet ou thème. العدد نتاعهم ينجم يكون ما بين 2 و3 حسب الليتراتور وما عندهمش ماكسيموم. وكل قرصان ينجم يدخل اي عدد تاع ايكيباج يحب، معناها ينجم يشارك في اللي يحب من ليزيكيباج. الشرط الوحيد هو لانتونسيون، معناها نيته اللي هو بحق باش يعاون ومش يشارك في الخدمه اللي يخدموا فيها. ونفس القوانين نتاع لي سكواد اللي هما الكومبوزيسيون، سيتادير يعملوا نافيغاتور ويعملوا كابيتان، لي ديسيزيون يتاخذوا بالجماع، لازمهم باج ويكي، لازمهم بوان دونكراج، والاجتماعات نتاعهم او موان مره في الشهر. كل قرصان عنده حق يلونس اون سكواد ولا يلونس ان بروجي. بالنسبه باش ينجم يلونسي ان بروجي يل سوفي باش يشاور، مش باش يشاور باش يبلغ لا سكواد دو كورديناسيون. وكل بروجي ما بلغش عليه حزب قراصنه ما يتحملش مسؤوليته. شكون السكواد دو كورديناسيون؟ هي سكواد تابعه للكورتيم. توتالور قلنا الكورتيم هو القلب نتاع الحزب واللي هو مسؤول على تسيير وتسهيل مهمه ليزيكيباج واللي ستركتور هو ولي سكواد. دونك هو الوحيد اللي يمثل الحزب على كافه الجمهوريه. ليزيكيباج هما مثلا يمثلوا الحزب كان في المناطق اللي هما فيهم. بار كونتر الكوختيم هو الوحيد اللي ينجم يحكي في باسم الحزب على كامل تراب الجمهوريه، وهو اللي يسير دو ريفيرونس ما بين الشعب وما بين الحزب بذاته. دونك لازم في الكوختيم لي ريبريزونتون تاعو لازمهم على حسب الولايات الكل. مثلا اذا كان احنا عندنا 24 ولايه لازم الكورتيم يكون فيه 24 نائب من كل ولايه نائب. لي مومبر تاعو سون ايلو باسامبلي جينيرال لمده 18 شهر، مع العلم اللي الثلث نتاعهم يتبدلوا بعد 6 شهر. القديم ديما يخرج ويدخلوا ثلث جديد، وديما اون اسامبلي جينيرال يتبدلوا فيهم الكل بعد 3 بعد اون اني ديمي. شنو دوره؟ هو ان رياليتي لو كورتيم هو بيدو سيت اون اسكواد اما افيك دي تاش بريديفيني على افونس. قبيله قلنا اون سكواد هي مجموعه تتلم على تاش. لهنا لي تاش نعرفوهم من قبل اللي هما الكورديناسيون، لانتيغراسيون، تريزوري، السكرتاريا، البريس والانترناسيونال والانفراستركتور. دونك هو الكورتيم دوره باش يكون المجموعات هذوما باش يعملوا لي تاش هذوما.
السكواد الاولاني لازم يعملها هي سكواد كورديناسيون اللي قلنا قبيله، لازم يبلغ عبد كي يبدا يحبش يعمل بروجي السكواد هذيا. الدور الوحيد باش تشد المشروع هذاك وتحطه في ريبرت تخدموا عليها فيها فرد بروجي وفرد اكس هما ماشيين. دونك il suffit خلطه التاش السكواد كورديناسيون باش تعديها كيف ما نشوفوا بعد شويه السكواد دانتيغراسيون. نقعدوا دقيقه في السكواد كورديناسيون. الكومبوزيسيون نتاعها ان ممبر من الكور تيم ولا بلوزيور، ان بروفيسيونيل اللي هو غارون للكونتينيتي نتاع الخدمه، و اون سكواد اكسترن على الكور تيم، مجموعه اخرى تنجم تكون حتى اكبر من لي ممبر نتاع الكور تيم هي بيتها تنجم تدخل معايا. وتوتون ساشون احنا قلنا اللي اي عبد ينجم يلتحق بين سكواد، معناها يطبقوا عليها نفس القوانين. الشافي قلنا خلطت البروجي السكواد دو كورديناسيون لازمها تبلغوا السكواد دانتيغراسيون اللي هي الواجب نتاعها تعمل الليان ما بين لي بيغات في السونس هذا الاولاني، والسونس الثاني اللي هي تعمل لك الليان مع لي سكواد الاخرين. اذا كان انا عندي تاش لازمني فلوس، لازمني صحافه، لازمني انفراستركتور، دونك الكورديناسيون تاخذ من عندك المشروع توثقه تشوف اللي ما فماش تضارب فيه وتعديه السكواد دانتيغراسيون اللي هي تكلم لك لي سكواد الاخرين كيك سوا البريس والسكرتاريا والفلوس والكل باش توفر لك وتنجح لك التاش نتاعك. كيف كيف الكومبوزيسيون تاعها واحد ولا بلوزيور ممبر مع الكور تيم، ان بروفيسيونيل و اون سكواد اكسترن. تريزوري ظاهره باش تلهي بالفلوس والبودجي نتاع الحزب. الفرق الوحيد ما بيناتهم اللي هي ما تستحقش اون سكواد اكسترن خاطر الفلوس تصحاح. دونك لهنا السكرتاريا مانيش باش نلقاو عندنا كاتب عام، باش نلقاو عندنا الكتابه العامه كيف كيف المهمه نتاعها كانه النافيغاتور نتاع السكواد، ما يمش تزاد له لي رابور نتاع الحزب وتو سكي باباس في الحزب، وكيف كيف كومبوزيسيون نتاعو نافيغاتور وبروفيسيونيل وسكواد اكستر. البريس انتراجيرا افيك لا بريس وليبوراسيون دان دوسيي بريس كيف كيف ميم كومبوزيسيون. الانترناسيونال اللي هي مش تخلي العلاقات ما بين حزب قراصنه وحزب قراصنه في العالم ولا حزب قراصنه تو سكي تنجم معناها في كيفاش نقولها في الجحافل الدوليه تعوضنا تقدمنا في المحافل الدوليه. دونك لافراستركتور من اهم لي سكوات اللي هي لازمك توفر لك الويكي وتو سكي ماتيريال باش نجم يخدموا العباد هذوما الكل. صباح التوا. دونك اخر اورغان اللي هو مسيو اكس. مسيو اكس ولا الاورغان اكس هو استن اورغان فيرتوال اللي هو يمثل القراصنة الكل، اللي هو يتلموا في دي دات بري ديفيني من الاول جوست بور فوتي على الحاجات اللي ما تفهموش فيها لي سكواد والا لي كورتيم. ودوره الثاني اللي هو باش يحاسب الكورتيم ويحاسب العباد اللي باش مثلا حطيناهم في الحكومه ولا حطيناهم في مجلس النواب، معناها جوست باش يراقب يحاسب. عنده الحق يبدل الايديولوجيا تاع الحزب وعنده الحق هو يفوت في الحاجات اللي ما فيهاش يونانيميتي. اذا كان ما لقيناش التوافق في سكواد معينه ولا في تاش معينه يلتجئ ليه هو وهو يعطي الفوت نتاعو. وكيف ما قلنا هو يمثل القراصنه الكل اللي يتلموا دون فاسون معناها منظمه فيرتوالي ويفوتيو على الحاجات العالقه ولا هما بيدهم يقترحوا ولا يحاسبوا. دونك جوست بور ريكابيتولي، تكون ماشي في الشارع تلقى قراصنه قاعدين في قهوه يدخلوك معاهم السكواد، تحكيو 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 تخرجتوا شي بفكره تكونوا عليها مجموعه، المجموعه هذيك تقول انا باش نعمل التاش هذيا، تمشي تبلغ السكواد دو كورديناسيون، السكواد دو كورديناسيون تمشي تبلغ سكواد انتيغراسيون، سكواد انتيغراسيون تهيئ لك الظروف باش انت تطبق التاش نتاعك. ومسيو اكس يعس عليكم الكل. داكوردو.